استقبل جناح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كوب 28 بمؤتمر كوب 28 عشرات الزيارات من مسؤولين حكوميين ومستثمرين من دول العالم خلال فترة المؤتمر، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية صديقة البيئة وحوافز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بمصر. واستضاف الجناح مسؤولين حكوميين وقادة قطاع أعمال ومستثمرين من عدة دول، كما شهد جناح الهيئة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات مصرية وأجنبية في مجال الاستدامة البيئية. ومن المقرر أن تنظم الهيئة خلال العام المقبل زيارات ترويجية لزوار كوب 28 الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيتم تنظيم زيارات للعاملين بعدد من وكالات الاستثمار الإفريقية لمصر للتدريب والتعريف بتجربة الهيئة في جذب الاستثمارات.